بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله في الفيديو كليب ده هنحاول نبين إزاي بنرسم الكونتور لاينز باستخدام برنامجين، البرنامج الأولاني اللي هو إكسل، والبرنامج التاني أو الآب التانية اللي هي بلوتلي. بادئ ذي بدء، إحنا كنا عايزين نقول إيه الهدف أصلا، أو ليه إحنا عايزين نرسم أو الكونتور لاينز. طبعا إحنا عايزين نرسم الكونتور لاينز لأن بتقابلنا أبليكيشن كتيرة بيكون بالنسبه لنا سهل ان احنا نستخدم التو دايمنشن كونتور لاينز علشان نعبر عن اي 3 دايمنشنال سيرفيس. فبدا بنرسم 3 دايمنشنال سيرفيس بيكون الشكل معقد، ويعني بيبقى صعب علينا ان احنا نطلع منه البيانات. بيبقى سهل علينا ان احنا نحول السطح اللي هو 3 دايمنشن ده نحوله ل2 دايمنشنال دروينجز، ونقدر ناخد منها البيانات اللي احنا عايزينها. مثال مثلا تخيلوا معايا كده، ده سطح مثلا وليكن توبوجرافي بتاعه الارض، واحنا عايزين نجيب عند كل مسافه اكس وواي نجيب الاليفيشن اللي هو الزد. فبص بقى، لو انا اديتك الداتا بتاعتي بهذا الشكل وقلت لك يلا توكل على الله بقى وطلع لي بقى مثلا قيمه الزد اللي هو الاليفيشن عند مكان مثلا اكس بيساوي 50 وواي بيساوي 100، فبص بقى هتروح عند هنا 50 والواي هنا 100 وبعدين زد بقى، وتقعد تشوف بقى تجيب ازاي هتجيب الزد. فالدنيا هي في الحاله دي هتبقى صعبه جدا. تخيلوا بقى هنعمل ايه، هنحولها بقى لحاجه ابسط بهذا الشكل. فتخيل بقى معايا دلوقتي، لو قلت لك عند 50 وروح ل100 هتروح رايح كده، ادي النقطه بتاعتك، عندك كونتور لاينز وعندك قيمه الزد موجوده. فبالتالي سهل جدا ان احنا نعرف نقرا الداتا من الايه، من ال 2 دي كونتور ماب، وده السبب ان احنا بنرسمها. جميل. طيب سؤال بقى دلوقتي، ازاي نرسمها؟ هناخد مثال، اللي هو المثال ده عباره عن ايه، عندنا كوندويت او عندنا بايب، والبايب دي الدايمتر بتاعها او المدخل بتاعها صغير وبعدين المدخل بتاعها كبير، وعايزين نرسم الستريم لاينز في الايه، في البايب دي. وعايزين نرسم، بعد ما رسمنا الستريم لاينز عايزين نرسم الكونتور لاينز باستخدام اكسل واستخدام ايه، بلوتلي. فالفيديو ده انا مش هقول لك ازاي ترسم الستريم لاينز، الفيديو ده الغرض منه ان هو لو انت راسم اوريدي الستريم لاينز ازاي بقى ترسم، او لو انت حاسب الستريم لاينز ازاي انت ترسم منها ايه الكونتور ماب او الكونتور 2 دي دروينج، ده اللي انا عايز اعمله. فانا هبدا معاكم دلوقتي ان انا رسمت او حسبت الستريم لاينز او الستريم فاليوز او بنسميها الستريم فانكشنز عند كل نود من النودز بتاعتي في الدومين اللي انا انترستد فيه، اللي هو البايب دومين اللي انا قلت لكم عليها دي. وتعالوا نشوف دلوقتي ازاي نستخدم اكسل علشان نعمل حاجه زي كده. فنروح على اكسل بقى، فاحنا هنروح دلوقتي على اكسل، ادي المساله بتاعتي. فهنعمل ايه، اول حاجه تبدا تمارك او تعلم على الدومين بتاعك. جميل. وبعدين هنبدا نروح على انسرت ونطلع على الايقونه دي، الايقونه دي اللي هي بتاعت ال 3 السيرفيس دروينز، وتروح رايح على السيرفيس دروينج. جميل. المحور زد ده هو اللي بيحدد بالنسبه لك الرينج بتاع الفاليوز بتاعت الزد. جميل. ده معناها بيقول لك ان انت عندك هارسم كونتور لاين كل بوينت 2 بوينت 2 بوينت 2 بوينت 2. بالنسبه لي الكونتور ده هيبقى فيري كورس، يعني هيبقى مش فيري، مش اكيوريت، يعني مش في كله، مش فيري فاين. يعني انا عايزه يبقى فيري فاين. فانا هعمل ايه، اروح رايح رايت كليك كده، واعمل رايت كليك واروح رايح على فورمات اكسس، وابدا اغير الكونتور انترفلز ده. بغير الكونتور انترفلز ازاي، ممكن عن طريق ان انا اروح مقلل الاول الماينور، فاقول له انا عايز الماينور فاليوز بتاعتك تبقى 0.01، واقلل الميجور كمان اخليها مثلا كل، يعمل لي كونتور انترفل كل 0.05. جميل. بص بقى هيحصل ايه اما اعمل القصه دي، اعمل كليك بقى كده. لو انا عملت كليك دلوقتي بص عمل لي كونتور انترفلز كتير جدا، حتى الارقام دخلت ايه في بعض. جميل. طبعا انا مش انترستد في السيرفيس زي ما اتفقنا ان احنا هنحول السيرفيس ده لايه، 2 دي دروينج. ازاي بحوله بقى ل 2 دي دروينج، بقف على الجراف بتاعي وبعدين رايت كليك وبقول له بقى تشينج تشارت تايب. عملت تشينج تشارت تايب اهو، واختار بدل سيرفيس واختار مين بقى، ال 2 دي كونتور اهو اللي هو ده. فيطلع الشكل زي ما انتم شايفين كده اهو، الشكل اللي طلع اهو بقى دلوقتي اتحول لايه، كونتور لاينز، وواخده الوان مختلفه، والالوان كل لون هنا الفاليو بتاعته والرينج بتاعها كام، الفاليو بتاعته اقصى حاجه عندي، اقل حاجه صفر واقصى حاجه عندي واحد زي ما انتم شايفين كده. طيب ممكن تكون انت مش انترستد ان تظهر الليجند ده، لو انا رسم، لو مسحناه هتلاقي الشكل ايه اوضح شويه. لاحظ حاجه هنا، ان الرسمه اللي مرسومه مقلوبه، شايف زي ما انت شايف كده الرسمه مقلوبه. بمعنى ايه، بمعنى الجزء ده تحت بينما الجزء اللي هنا فوق،
فانا عايز اعدلها، عشان تعدلها فتروح رايح على الواي وتعمل رايت كليك وتقول له فورمات اكسس، جميل، وتقول له ريفيرس، اختار دي كده، فكده اتعددت دلوقتي. يبقى ده الشكل ايه اللي هو يمثل الشكل الحقيقي لمين، للكونتور ماب بتاعتك. وهنا بقى تقدر تكتب بقى تو دايمنشنال مش عارف ايه، جميل. طيب في هنا عيوب في اكسل. رقم واحد زي ما انت شايف كده، ان انا ممكن يكون بالنسبه لي مش عايز ارسم الوان، عايز ارسم خطوط بس. ممكن بالنسبه لي عايز كل خط مرسوم للكونتورز يتكتب القيمه بتاعته، مش تتحط بالالوان. انا ممكن اكون عايز اطبع ابيض واسود. فالامكانيات بتاعت اكسل في ال 2 دي دروينجز، او اسف في ال 3 دي كونتور مابينج او 3 دي سيرفيس، امكانيات ضعيفه. فعشان كده احنا بنلجأ لبعض السوفت ويرز الاخرى زي برنامج اسمه بلوتلي. البرنامج ده ببلاش، هو عباره عن اب عاملاها جوجل على الايه في الباكج بتاعتها. تعالوا نشوف هنحاول نستخدمه ازاي. فعشان تستخدمه هنروح رايحين على الانترنت، جميل، هنروح على اونلاين جراف. بص ده الويب سايت بتاعه اهو، تقدر تروح على الباس بتاعه وتجيبه. ده الايه الويب سايت بتاعه، هيجي لك حاجه بهذا ايه بهذا الشكل، ماشي. فاول حاجه هتعملها تقول له هنأد داتا جديده، جميل، وبعدين تختار الكونتورز ده اللي احنا عايزين نرسمه، جميل. بعد كده هتبدأ تدخل الداتا. هتدخل الداتا منين؟ هتعمل لها كوبي من اكسل. اروح على اكسل تاني، جميل، ودي الداتا بتاعتي، دي الداتا بتاعتي اهو، هعلم عليها، اقول كنترول سي يعني كوبي، واروح رايح فين على بلوتلي. وتأكد هنا في البداية خلاص، تأكد ان ده اول سيل اللي هي واحد ايه، واحد ايه اول سيل، لازم تكون واقف على اول سيل، وتقول له كنترول في يعني بيست كده. يبقى انا طبعت الايه ديتا، او عملت ايه نسخة من الديتا على مين، على بلوتلي، جميل. تروح رايح بقى على الزد فاليوز، وتاد كل ايه كولوم انت دخلته فين في الشيت هنا. يعني انت بتقول له دلوقتي انا عايز اد كولوم رقم ايه، فيبدأ يظهر لك اهو، بعدين كولوم رقم بي. العيب الموضوع ده انه لازم يتعمل لينير، فلازم تعمل للاسف مانيوال. فبالتالي لو انت عندك مثلا 10 كولومز هتدخل 10، طب لو 100 كولوم هتغني ظلمو، هتدخل ال 100 كولوم واحده 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 واحده، بس انت ما عندكش حل تاني، يعني ما فيش لحد دلوقتي ما فيش ورك اراوند حاجه زي كده. فزي ما انت شفت كده الشكل ايه ظهر قدامي هنا، جميل. هنعمل ايه بعد كده؟ هنروح رايحين على ثيم، رايحين على اسف في ستايل، نروح على ستايل ونروح على جنرال. جنرال هنا بقى في هنعمل ايه، ممكن تستطيع انك تغير هنا الالوان، يعني الالوان ممكن تغيرها. بص بقى معايا، اقدر اغير الالوان اللي انا عايزها حسب انت عايز ايه. اقدر احط، شايف هنا الالوان قلت قوي بحيث باين كانها خطوط، شكلها مور بروفيشنال. فتقدر تختار اللي انت عايزه، الشكل هنا بيبقى مور بروفيشنال. ماشي، اخترنا الشكل اللي انا عايزه، ماشي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هرجع على الشكل القديم. هنروح رايحين على مين؟ هنروح على حاجه اسمها تريسز. تريسز دي بقى مهمه جدا. في التريسز بقى عايزين نعمل الاتي. رقم واحد تقول بقى انت عايز تعمل ايه، عايز تعمل فيل كده، ولا عايز تقول ان عايز اعمل لاينز، شايف لاينز، وكل لاين اللون بتاعه حسب الفاليو بتاعت الكونتور بتاعته، ولا تقول لا مش عايز لا لاينز ولا حاجه، عايز لاينز بدون الوان. شوف اهو، لاينز بدون الوان، حسب انت عايز تعمل ايه. بعدين عايز بقى تعمل ريفاينمنت، بدل ما يكون عندي كام خط هنا 15 خط، لا انا عايز اضاعفهم واخليهم 30 خط. بص بقى هيحصل ايه بقى لما نقول انتر، ضاعفنا بقى مور ايه مور فاين دلوقتي، جميل. ممكن اغير طبعا الويتس بتاع الخط بتاعي واعمل سموثنج وحاجات زي كده. طب في حاجه تانية، بالنسبه بقى الكونتور ليبلز، انا عايز اخلي كل خط هنا مكتوب عليه القيمه بتاعته، فتروح رايح على كونتور ليبلز تقول له بدل اوف تقول له اون. بص هيعمل ايه، يكتب لك على كل ليبل ايه القيم بتاعته، ماشي. طب في حاجه تانية بقى، الرسمه ما زالت مقلوبه، فاكرين زي اكسل الرسمه الاولى، انا عايز اقلب الواي هنا، يعني بمعنى ان الجزء ده يطلع فوق والجزء التاني يبقى تحت. فعامل القصه دي ازاي، بتعملها ازاي بقى؟ تروح على اكسس، ركز معايا، تروح على اكسس، خد بالك انا عايز اقلب الواي مش الاكس، وبعدين تروح رايح على رينج، رينج، وتروح رايح على الواي، تروح رايح على الواي، وبعدين تقول له ايه، انا الرينج بتاعي مش عايزك تعمله اوتو، انا عايز انا اللي اعمله يعني كاستم.
هنا بيبقى بص بيقول لك ايه، حاطط المينيمم 0 والماكسيمم ايه، ماكسيمم 9، يعني ايه تقلبه، يعني خلي ده 9 وده ايه وده 0، خدت بالك؟ وانس انك انت عملت كده هتبص تلاقي الدنيا ايه اتعدلت، اتعدلت تماما. بعد كده تستطيع بقى ترجع تاني تقول خلاص طبعا عدلت الرسمة، ارجع بقى تاني لمين، ارجع للتريسز واغير بقى الالوان اللي انا عايزها، يعني مثلا هنا بدل ما يكون كولرز مفيش انا اعمل ايه، اعمل فيل، اخدت بالكو؟ اه الفيل ظهر، يبقى شكل الالوان موجودة، كمان الكونتور فاليوز ايه موجودة عليها. هنا بقى كمان تقدر تضيف مين اسم للرسمة بتاعتك، يعني ده مثلا ايه الستريم، اكتب هنا ستريم لاينز. طبعا خد بالكم احنا عارفين ان الكابشنز بتاع الفيجر بيتحط تحت الفيجر، بس ده مجرد بس ايدنتيفيكيشن كده لو انت عايز. ماشي، شكرا.